بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نعم، الشمس جرم عظيم لا يجهله أحد. نعم، أذن الله لها أن تطلع على الناس كل يوم من المشرق، وأذن الله لها أن تغرب كل يوم من المغرب. نعم، فهي خلق مسخر، فتنت بها أمم قبلنا فعبدوها كما عبدها الناس زمن إبراهيم، ولهذا قال هذا ربي هذا أكبر، يريد أن يقارعهم الحجة، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وعبدها قوم سبع، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وعبدها أمم غيرهم، حتى ورد أن بعض العرب عبدوها. وهي حتى عند من له في التأويل والرؤى والأحلام يرونها السلطان الأعظم لما فيها من عظيم المنافع للناس، وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا، وتمدح الله جل وعلا في ذاته العلية وأقسم بها وتمدح بأنه مسخر لها، هو الذي يسخرها. قال جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال جل ذكره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال جل وعلا والشمس وضحاها، فهي خلق عظيم. حتى العرب كانت تعرف هذا حتى في ثقافتها. نعم، يقول النابغة، وهو نابغة ذبيان وكان مشهورا بشعري وهو أحد أصحاب المعلقات، يقول يعتذر لنعمان بن المنذر، وهذا العرب تقول إذا أذنت يعني في القواعد الأدب. نعم، يقولون أشعر الشعراء ثلاثة: امرؤ القيس إذا ركب، والأعشى إذا طرب، والنابغة إذا رهب. امرؤ القيس إذا ركب يعني إذا تفرغ للصيد، والأعشى إذا طرب يعني عياذا بالله إذا سكر، والنابغة إذا رهب يعني إذا خاف، فخوفه يدعوه إلى الاعتذار. فقال في مدح أحد الملوك، يمدح النعمان يعتذر له: ألم ترى أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فهذا يدلك على أن الثقافة، وهذا حاصل. نعم، في أن الشمس شيء عظيم فتنت بها أمم كما بينا. نعم، لكن الله جل وعلا أخبر أنها خلق من خلقه: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا ما يتعلق بهذا الأمر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. نعم، قال: فإنها تذهب وتأتي تسجد تحت العرش، فالسجود من أعظم وأشرف العبادات. وبعض أهل العلم عفى الله عنه وعنهم من ينتسب للعلم يقول: كيف تسجد؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسجد، فوالله إنها لا تسجد. ونجهل كيفية السجود؟ نعم نجهل، لكن نعلم أن لها كيفية، كما أن لنا كيفية في السجود. نعم، تعبدنا الله بها، بل كل أحد يسجد لله. الله يقول: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالكافر يأبأ أن يسجد هو بنفسه، فيسجد ظله من حيث لا يدري. لا إله إلا فيسجد ظله من حيث لا يدري، وهذا معنى قول الله جل وعلا: طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نعود للشمس، هذه هي الشمس في ثقافتنا وفي كونها من أعظم